بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم وفقنا وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم اكفنا السوء وسائر المسلمين بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، جل وجهك وعز جاهك. يفعل الله ما يشاء بقدرته، ويحكم ما يريد بعزته. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام وجيه الكريم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل قراءة كتاب فتح القريب المجيب شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للإمام القاضي أبي شجاع رحمهما الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما وعلوم مشايخهما وتلامذتهما في الدارين آمين، في فقه السادة الشافعية. في الجلسة الماضية تكلمنا على أنواع المياه، وهي وسيلة الوضوء والغسل وإزالة النجاسة وهي الطهارة. فالمقصد من الطهارة هي رفع حدث أو إزالة نجس. ورفع الحدث إما حدث أصغر فيكون بالوضوء، أو حدث أكبر فيكون بالغسل، وإزالة نجس بالماء فقط أو بالماء والتتريب للنجاسات الكلبية. فناسب بعد أنواع المياه أن يتكلم على وسيلة الوسيلة. فالماء لا يأتيك إلا في وعاء أو إناء، فتكلم على جلود الميتة التي تطهر بالدباغ، لأنها تستخدم هذه القرب من الجلد في ملء الماء. فناسب أن يتكلم على الإناء الذي يوضع فيه الماء. ثم بعد ذلك تكلم على باقي الآنية التي يجوز أن يحمل فيها الماء، فتكلم على المحرم من الآنية، لأن المحرم محصور والمباح من الآنية غير محصور. فتكلم على حرمة استخدام آنية الذهب والفضة. ثم بعد ذلك شرع في ما قبل الوضوء وهو السواك. هذا هو الترتيب المنطقي، حتى نعلم أن علماء المسلمين جزاهم الله عنا خير كانوا يمتازون بترتيب الذهن وحضور القلب عندما يكتبون، وكانت لهم مناهج في التأليف وفي التصنيف مرتبة، ولا يكتبون كيفما اتفق، ولكن بترتيب يربي العقلية الفقهية المرتبة، فجزاهم الله عنا خير. يقول: فصل. وجلود الميتة تطهر بالدباغ، هذا في الأصل وهو المتن. فصل في ذكر شيء من الأعيان المتنجسة وما يطهر منها بالدباغ وما لا يطهر. والنجاسة، إيه تعريف النجاسة؟ هو كل مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. ده تعريف النجاسة. فليس كل مستقذر يمنع من صحة الصلاة، ولكن هو مستقذر مخصوص يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص بهذه القيود. ولما نقول مستقذر يدخل فيه كل المستقذرات، كالريق مثلا وكالمني وكدموع العين وكالعرق، كل دي مستقذرات الناس تستقذرها لكنها طاهرة. ولذا قال كل مستقذر يمنع من صحة الصلاة، لإخراج المستقذر الذي لا يمنع من صحة الصلاة، كالريق وك
ما يخرج من الفم أثناء السعال، وكذلك العرق، وكذلك المني عند الشافعية، فهو مستقذر طاهر وليس بنجس. ولذا كل مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص هذا يسمى نجاسة، والنجاسة في نجاسة مائعة ونجاسة جامدة. نجاسة مائعة يعني سائلة، ونجاسة جامدة يعني متحجرة، يعني البراز مثلا إذا كان جافا يسمى نجاسة جافة، والبول يعتبر نجاسة مائعة لأنها سائل. فكل ما استحال في داخل الكائن الحي يتحول إلى نجاسة. ما استحال يعني تحول عن حقيقته. فمن شرب مثلا الماء فدخل المعدة فاختلط بالعصارة المعدية فخرج مع القيء، فهذا ماء تحول إلى صفة جديدة يسمى نجاسة، فالقيء نجس. وكذا القلس، القلس اللي هو لما الإنسان يكون عنده ارتجاع في المريء ويشعر أن في عصارة خرجت منه في أقصى حلقه يسمى قلس، أو باللغة العصرية الحالية يقول لك ارتجاع، والفقهاء يسموه القلس، فالقلس هذا نجس. وكذا الدم، فالدم عبارة عن ماء استحال في الجسم إلى دم فيبقى نجس. الريق، ماء استحال إلى ريق لكنه مستقذر غير نجس، تيسيرا وتخفيفا على الأمة. العرق مستقذر لكن لا يمنع من صحة الصلاة فليس بنجاسة شرعية فلا نقول عليه نجاسة. الريق إذا اختلط بدم صار متنجس، كان يكون عنده مرض في اللثة وأصبح فيه دم، يبقى يجب في الحالة دي أنه هو يتمضمض جيدا لأن تجويف فمه متنجس قبل أن يصلي. وكذا القيح والصديد دي نجاسات لأنها أصلا متولدة من الدم فيتولدت من النجاسة، فهي كانت دم ثم تحولت إلى صديد أو قيح فتبقى نجاسة. معرفة النجاسات شيء ضروري للمسلم، لأن من صفات المسلم أنه يتحرى تجنب النجاسة، ودي صفة خاصة بالمسلمين لا تجدها في غير المسلمين. غير المسلمين لا يعرفون نجاسة ولا طهارة فلا يتحرون تجنبها. ولذا لعدم تجنب أهل الكتاب من النجاسات أمرنا إذا استعملنا آنيتهم أن نشطفها أولا مخافة أن يكون فيها أثار نجاسة، لأنهم لا يتحرون النجاسة كالمسلمين. فلا بد أن تعلم الماء مثلا المحيط بالجنين ويخرج أثناء الولادة ده ماء استحالة تغير الطبيعة يبقى نجس لأنه يلحق بالبول، واضح؟ يبقى عندنا نجاسات أشياء كثيرة. لما الإنسان مثلا يصاب بحرق فيحصل فأفيق كده، والفأفيق دي جواها ماء سائل أصفر، هذا نجس، فإذا خرج يبقى نجس. صحيح ممكن يبقى نجاسة معفوة عنها لأنها على جرح، فإذا نشعت في الجرح ممكن الإنسان يصلي وهي ناشعة بحيث أن تكون على الجرح، لكن لو في خارج الجرح لا يعفى عنها، يجب غسلها، واضح؟ عشان كده قلنا حيث لا مرخص مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. الرخص قد يكون بسبب جرح، فالصحابة كانت تصلي في جراحتها مع علمهم بأن الدم نجس، ليه؟ لأن هناك رخص للمجروح، واضح؟ أو مثلا اللي عندهم سلس بول فممكن يكون في أثر بول في ثيابه الداخلية بسبب سلس البول يعفى عنه لأنه دائم حدث. أو المرأة المستحاضة التي يخرج منها دم الحيض في غير أوانه وهو ليس بدم حيض ولكنه نزيف، يبقى دمه نجس لكنه مرخص لها أن تصلي على حالتها. وكذا اللي بيشتغل جراح وجزار فبيتعرض للدماء والقيح وللصديد،
والمرأة بتتعرض في تربية أولادها إلى بول أطفال وغير ذلك، فممكن يأتي على ثوبها نجاسات، لكنها لا تمنع من صحة صلاتها حيث أن يوجد أنها يوجد رخصة، لأن اسمها ثياب المهنة، نجاسة مهنة، المهنة تعرضها لهذه النجاسات. هناك نجاسات جامدة كمأكول غير مأكول اللحم الميت، غير مأكول اللحم إذا مات فجثته دي نجسة، كويس، لأنها ميتة، فالميتات كلها نجاسة. وتعريف الميتة هو مأكول اللحم إذا لم يزكى أو غير مأكول اللحم ولو زكي، دي اسمها ميتة. يعني لو جبت أنا أسد وقلت بسم الله الله أكبر رحت ذبحه برضه نجس ميت، لأنه لا يؤكل، حرام. أخذ بقى حتى لو أنا زكيته، يعني قطعت ودجيه وعملته معاملة الخروف، واخد بالك، يبقى اسمه ميتة برضه. ليه؟ لأنه غير مأكول اللحم محرم. فكل محرم من المحرمات من اللحوم المحرمة تعتبر ميتة ولو زكيت، وكل مأكول اللحم إن لم يزكى أو ذبحه غير مسلم أو كتابي يبقى برضو نجس ميتة، واضح؟ ففي النجاسات لازم نبقى درسينها كويس وفاهمينها. بيض مأكول، ما احنا قلنا ذبح الكتابي أو المسلم بس، لكن لو غير كتابي، واحد بوذي، واحد من اليابان، اليابان دول بيعبدوا بوذا، فما ينفعش ناكل ذبيحته حتى لو قلد المسلمين، لأنها تعتبر ميتة، واضح؟ والهندوسي وغيره وغيره، احنا بس بناكل ذبيحة الكتابي لأن مستثنى من وسط الكفار، استثنينا الكتابيين من وسط الكفار، مع علمنا أنهم كفار برضه، لكن لإيه؟ لوثوق العلاقة بيننا وبينهم، لأن هم أهل كتاب وإحنا أهل كتاب، هم مسؤول أهل توراة أو إنجيل وإحنا أهل قرآن، فوجود هذا التشابه جعل لهم أحكام خاصة، ولكن هذه الأحكام ليس معناها أنهم ليسوا بكفار، لا، كفار، لأنهم كفروا بالنبي وكفروا بالقرآن، واعتبروا أن القرآن كلام النبي وليس كلام الله صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى. كل الحاجات دي، بيض مأكول اللحم طاهر، بيض غير مأكول اللحم نجس، بيضة حداية، بيضة غراب، دي نجاسات كلها لأنه غير مأكول اللحم، وهكذا. يبقى كل الحاجات دي الواحد ياخد باله منها علشان لما يتعامل في عباداته يعرف إيه هي النجاسة ليتجنبها. الميتة هي مأكول اللحم؟ الميتة الميتة هي غير مأكول اللحم ولو زكي، ومأكول اللحم إن لم يزكى أو زكي بغير مسلم أو كتاب، واضح؟ وأحل لنا ميتتان، مستثنى بقى من الميتات السمك والجراد، فالسمك والجراد دي مستثنيات، واضح؟ وأحل لنا دمان، الدماء نجس، وحل لنا دمان اللي هو الكبد والطحال، واضح؟ وكل الدماء نجسة إلا دماء الأنبياء، وكل الأبوال نجسة إلا أبوال الأنبياء لطهارتهم، فلا يخرج منهم مستقذر، لأن من استقذر شيء من نبي كفر. فربنا سبحانه وتعالى أكرمنا بأن جعل فضلاتهم طاهرة حتى لا يستقذر منهم شيء، ولأنهم يكلمون الملائكة، ولأنهم يصعدون للملأ الأعلى في حال حياتهم، فلا بد أن يكونوا طاهرين ظاهرا وباطنا. سيدنا عيسى بن مريم مات؟ ما ماتش. طب قاعد فين؟ في السماء الثانية. فلو كان ما يحمله في جوف نجاسة لا يصلح أن يعيش في السماء الثانية، فلا بد أن يكون ما كان في جوفه أيضا طاهر حتى يصلح أن إيه؟ أن يكون في الملأ الأعلى حيث الطهارة، واضح؟
فالأنبياء طاهرين في الظاهر والباطن وكل فضلاتهم طاهرة، هذا بإجماع المسلمين. كويس؟ إلا الجهلة اللي يقول لك النبي بيقولوا نجس وبتاع، يبقى ده جاهل، نعلمه نعلمه. ازاي يبقى بيقولوا جائز نجس ويصل الى سدرة المنتهى في الإسراء والمعراج بجسده في حال يقظته، في حال حياته يقظة جسما وروحا، لابد يبقى طاهر مما جميعه صلى الله عليه وسلم. طب ولما كان يستنجي من بوله ومن نجاس ومن برازه؟ لأنه يعلم الناس، لأنه مستقذر، هو مستقذر بالنسبة له لا بالنسبة لنا، ويعلم الناس كيف يتخلص. كما أنك أنت إذا جاء ريقك وهو طاهر على كفك تغسل إيدك منه بالرغم من ريقك طاهر، فكونه يغسل من البول ليس دليلا على أنه نجس، فأنت تغسل من المرق والمرق طاهر، مش كده برضو؟ تغسل إيدك من الأكل والطبيخ والإدام وهو طاهر، فاخد بالك. لأن في بعض الجهلة يقول لك لولا كان طاهرا لما كان يشطف نفسه بالماء، لأنه بالنسبة له مستقذر. واضح؟ وليعلم الأمة كيف يستنجون وكيف يتخلصون من فضلته. فالأحكام الأنبياء لهم أحكام خاصة، الخلاصة الأنبياء لهم أحكام خاصة لأنهم ليسوا بشر معتاد، بل بشر يوحى إليه، فالبشر اللي يوحى إليه ده يبقى ليه أحكام خاصة. فهنتكلم على نوع من النجاسات وهي جلود الميتة. الميتة هي التي ماتت بغير زكاة شرعية أو غير مأكولة اللحم تبقى اسمها ميتة، جلدها نجس. واضح؟ طب هل ينتفع به أو لا ينتفع به؟ النبي صلى الله عليه وسلم تيسيرا للأمة قال هل انتفعتم بإهيابها لما مر على شاة ميت؟ فلما تعجب الصحابة قالوا قال طهارتها بدباغها، فإذا دبغتموها طهرت. واضح؟ وعشان كده بيقول إيه فصل في ذكر شيء من الأعيان المتنجسة. من ضمن الحاجات النجاسات المائعة الخمور، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، يبقى الخمر المائع المسكر المائع نجس كالبول يجب غسله، الغسل منه يعني. أما المفتر كالحشيشة والأفيون والبانجو الحاجات دي طاهرة محرمة، طاهرة محرمة لأنها نبات، نبات طاهر لكنه حرام استعمال وتناوله لأنه مفتر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مفتر، والحديث رواه أبو داود واستدل به الحافظ العراقي على حرمة الحشيشة، لأن الحشيش أول ما ظهر ظهر أيام الحافظ العراقي، فلما ابتدى يشيع فبقوا مش عارفين ده حكمه إيه، حاجة بياخدوها بيفرفشهم ويخليهم يصحصح، وهي نبات والنبات طاهر إيه المشكلة يعني. فابتدت تبقى إيه مناقشات بين الفقهاء. كويس؟ والأصل في مثل هذه الأشياء الإباحة. فلما استدل لهم بحديث رواه أبي داود كل مفتر حرام، فيعني استراح العلماء واستنتجوا أن الحشيشة والأفيون وجوز الطيب والقات اللي بيستعملوه هناك في اليمن كل دي أشياء محرمة لأنها مفترة، وفي أفغانستان النسوار كلها نباتات مختلفة بيستعملوها للإيه، والمضغة اللي بيستعملوها الجماعة هناك في أسوان وإدفو والحتت دي كل دي مفترات، واخد بالك، فتبقى محرمة لكنها طاهرة. مفتر يعني يؤثر على أعصاب الإنسان، إما إنه يخدرها كده ويهديها فيسموه مفتر، وهي ما يحدث قبل السكر، الفتور اللي بيحصل في الأعضاء دي
هي مرحلة ما قبل السكر، واخد بالك؟ يسموه مفتر. لو حد تنقل وضوء، احنا قلنا دي طهرة، ده حطيتها في جيبك وصليت لها ما فيهاش حاجة، واحد مش مسجل هو متوضئ، احنا قلنا دي تنقل الوضوء، وهي النجاسة بتنقل الوضوء، هي النجاسة بتنقل الوضوء. لو وقع على 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 كمي ده شوية بول اتنقض وضوئي؟ اغسل بس، اغسل مكان. وقع على ايدي شويه بول اتنقض وضوئي؟ اغسل مكان بس. واضح؟ يعني الام اللي بتشرب انها لا بتوضي جاء عليها بول، تغسل مكان البول اللي جال، سهله يعني. الا لو لمست ذكره، يبقى هنخش في قضايا بقى تانية، نواقض الوضوء، هل لمس الذكر ينقض ولا لا ينقض، وخلاف المذاهب في المساله، واخد بالك؟ هتيجي على اي حال في الاحداث. لكن انا عايز ايه، انا هدفي ان افتح مداركك، ولما تيجي تقرا حاجه لازم تعرف انها اوسع من اللي انت بتقراه، كمان تقوم تدرك المساله انها واسعه، واخد بال حضرتك؟ ليس كل محرم نجس، ولكن كل نجس محرم، واخد بالك ازاي؟ كل نجس مائع محرم، وليس كل محرم نجس. ليس كل محرم نجس. ايوه، ليس كل محرم نجس. مثال الحشيشه والافيون والبانجو، كل دي محرمات وليست نجس. وكل مائع محرم، وكل مائع يعني سائل محرم نجس. دي قواعد تبقى في ذهنك، واضح؟ يبقى لبن الحمار، الحمار الاهلي ده بناكله ولا ما بناكلوش لحمه؟ الحمار الاهلي لا يؤكل لحمه، يبقى لبنه لبن الاتان، الاتان انثى الحمار، نجس على طول كده. ما حد يسالك لبن الاتان حكمه ايه، تقول له نجس لانه مائع من غير ماكل اللحم، على طول يبقى مخك مرتب، تعرف تجاوب على طول. فهمت ازاي؟ اجي اقول لك مثلا لبن البغل، الحصان ماكل لحم، الحصان يجوز اكل لحم، كويس؟ طب البغل ده عبارة عن حصان وحمار، يبقى حكمه ايه؟ اختلط الحلال بالحرام غلب الحرام، القاعدة كده، اذا اختلط الحلال بالحرام غلب الحرام، يبقى البغل يحرم اكل لحمه لانه هو ناتج من محرم اكل لحمه ومباح اكل لحمه، فاختلط الحلال بالحرام غلب الايه؟ الحرام. القاعدة كده، اذا اختلط الحلال بالحرام غلب الحرام في الحكم، حتى لو قليل. اي طالما لا تستطيع ان تميز. عندنا كوب لبن اتان في وسط 10 اكواب لبن بقر، ولا استطيع ان اميز، يبقى يحرم تناول الاكواب كلها، واضح؟ اختلط الحلال بالحرام غلب الحرام. فهمت المساله؟ بيتحط كميات ضئيلة، لكن لو زاد يحرم لأنه مفتر. طبعا مفتر، لو اتاخد، عشان كده في ناس بيحرموا القهوة المحوجة عليها جوز الطيب بكمية كبيرة، لكن لو كمية نادرة لا تصل للتفتير لأنه هو طاهر. فهمتني؟ عشان كده ممكن تحط في الشوربة حتة صغيرة زي ما ستات البيوت بيعملوا، واخد بالك؟ ما تضرش لأنها مش هتصل لدرجة التفتير، ده بتدي بس نكهة وهي طاهرة، فيبقى ما فيهاش مشكلة. لكن اما تاخده هو نفسه كده وتقعد تاكل كذا جوزة مباشرة، يدي ليك نفس تأثير التفتير بتاع الحاجات التانية، يبقى هنا حرام. مين بياخدوا ايه؟ قبل ما كانوا يعرفوا تأثيرها، انت بتتكلم بقى من 200-300 سنة، خلاص الأمة عرفت الحاجة وعرفت، لأن المحرم تناوله قد يكون لنجاسته، وقد يكون لضرره، وقد يكون لإسكاره، وقد يكون لأنه محترم.
أسباب تحريم تناول الأشياء لها أسباب كثيرة. يعني السم، السم ممكن يبقى طاهر لكنه حرام تناوله لأنه يضر، كويس. وعندك ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قاعدة مهمة لأن كلام النبي واضح. فنيجي بقى ايه نشوف هنا المسألة دي. احنا بس عملنا شوية مشهيات كده الأول قبل ما نخش في الكتاب، واخد بالك. فصل في ذكر شيء من الأعيان المتنجسة وما يطهر منها بالدباغ وما لا يطهر. هل كل جلود الميتة تطهر بالدباغ؟ إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما ومن أحده، كويس، مستثنين. وجلود الميتة كلها تطهر بالدباغ سواء في ذلك ميتة مأكول اللحم وغيره، كويس. وكيفية الدبغ أن ينزع فضول الجلد مما يعفنه من دم ونحوه بشيء حريف كعفص، ولو كان الحريف نجسا كذرق حمام كفى في الدبغ. واضح؟ دي ايه أدوات الدبغ بقى، أدوات الدبغ يعني تستعمله بأي أداة من أدوات الدبغ التي تسيل منه العفونة وتزيل منه الرائحة وتزيل وتجعله متماسكا تستطيع أن تستفيد به. واضح؟ فإن استعملت في وسائل الدباغ شيء نجس فعليك بعد الدبغ أن تشطفه بالماء ليطهر. واضح؟ إلا خد بالك بقى، إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر فلا يطهر بالدباغ. لو كلب نزع على شاه فتولد من هذا الجماع حيوان، أي حيوان بقى ما نعرفوش، احنا بنتصور، واخد بالك، قد يكون هذا التصور غير واقع لكن احنا بنفهمك، واخد بقى. فتولد مخلوق حيوان في صورة حيوان، يبقى ده تولد من كلب وهو نجس مع شاه وهي ايه طاهرة مأكولة اللحم، اختلط الحلال بالحرام غلب ايه، ويبقى نجس كمان، ميتته نجسة، ويبقى جلده لا يطهر بالدباغ لانه تولد من مأكول لحم ما من كلب او خنزير مع حيوان طاهر فلا يطهر بالدباغ. لو في القرايه مختلفه عن النسخه بتاعتك نصحح، عشان في بعض النسخ بيبقى فيها نقص فتصححوا لي يا جماعه، لان انا النسخه دي انا اول مره اقراها، انا نسختي القديمه سايبها لانها تهلهلت، فانا جايب النسخه الجديده دي فهنصححها معاكم على اي حال. وعظم الميتة وشعرها نجس. طب عظم الميتة ملوش حل، النبي ما قالناش في حل، يبقى ما نستعملوش، يفضل نجس. وشعرها نجس، وكذا الميتة أيضا كلها على بعضها كده نجسة. وأريد بها الزائلة الحياة بغير زكاة شرعية. إيه هي الميتة؟ الزائلة الحياة يعني الميتة بغير زكاة شرعية في مأكول اللحم. لازم تعرف ان القدة في ذهنك، في مأكول اللحم، واضح. فلا يستثنى حينئذ جنين المذكاة اذا خرج من بطن امه ميتا، لأن زكاته في زكاة أمه. عندك إيه؟ فلا يستثنى؟ يبقى طاهر، زكاته زكاة أمه خلافا للأحناف. الكلام ده عندنا احنا الشافعية ويمكن المالكية زينا.
الاحناف عندهم الجنين اللي في بطن امه زكاته كزكاه امي، يعني تذبحه زي ما تذبح امه. يعني خدوا الحديث بمعنى ان هو لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول زكاته زكاه امي اي كزكاه امي بالذبح. واضح؟ في امه الاحناف كده، مش انت حنفي؟ طيب خلاص، والكلام ده لو اخطانا تقول لنا، واخد بالك؟ ما يجراش حاجه، ما انا اصلي مش مذهبي، فاذا اخطات يعني لا اعاد، وطالما مش مذهب. لكن عند الشافعية قالوا زكاته زكاة أمه، أي يكفي زكاة الأم في زكاة الجنين اللي في بطنها، واخد بالك ازاي؟ فيبقى مش ميت. يعني الجنين اللي في بطنها عند الأحناف ما تاكلوش طالما ما ذبحتوش، لأنه ميت نجس ترميه. وعند الشافعية اطبخه وكله. واضح؟ ولو الاكل كتير خروجا من الخلاف ما تاكلوش، لان الخروج من الخلاف مستحب، انت ونصيبك حسب بقى ايه السعر اللي في جيبك انت، مش السعر اللي وربنا يوسع على المسلمين جميعا. واريد بها الزائله الحياه بغير زكاه شرعيه، فلا يستثنى حينئذ جنين المزكى اذا خرج من بطن امه ميتا، لأن زكاته في زكاة أمه. يعني جنين السقط، السقط يفضل يبقى ميت. لو الناقة حامل، الناقة أنثى الجمل، فأسقطت جنينا ميتا منها، يبقى حرام أكل لأنه لم يزكى، نازل ميتة. لكن لو ذبحت أنا الناقة فالجنين اللي بطنها مات بذبح أمه، يبقى مزكى بأمي على مين؟ على الشافعية والملكية، مش كده برضو الملكية كده زينا؟ طب الحمد لله. لكن على مذهب الأحناف لا، لازم تلحقه تبقر بطنها وتطلعه في حياة مستقرة وتذبحه عشان يحل كمان. واضح؟ يعني عند الأحناف الأم يذبحوا الاثنين، تخش عليه جوه بطنه بطنها وتروح مطلعه وفي حياه مستقره لسه في قلب ينبض، تروح دبح تقول بسم الله الله واد. واضح؟ على فكره الجزارين بيعملوا كده زي الاحناف، اغلبهم كده لما تكون حامل يروح فاتح ومطلعه ودبح خروجا من الخلاف. هو ما يعرفش الفقه لكن شاف اجداده بيعملوا كده وابائه فتوارثوا المساله. لأن الإسلام بقاله آلاف السنين، فالناس يعني 1400 سنة الناس متوارثة العلم بدون ما تعرف إن ده علم، فبتعمله بإيه؟ بالتوارث. فعلشان كده بيقول لك فلا يستثنى حينئذ جنين المزكاة إذا خرج من بطن أمه ميتا فيظل إيه؟ يظل ميتا. أشعر طلع منه شعر، يعني طلع فيه شعر، يبقى ايه؟ لازم تذبح. وفي الواقع الثاني برضه عن سيدنا عبد الله بن عمر أشعر أم لم يشعر؟ أيوه. فهو في سن محدد يعني ولا أي جنين ينزل؟ عندكم أنتوا حددتوا؟ هو احنا درسنا التعارض في الحديثين. أيوه. بس اللي رجحوا قالوا إن الحديث الثاني اللي هو أشعر أم لم يشعر موافق لحديث النبي لأنه على عمومه. أيوه. فهل في سن معين؟ لا، احنا عند الشافعيه والمالكيه مريحين نفسهم، تزكي الام واللي في بطنها تزكى بزكاه ام، واخد بالك؟ يعني هو نزف دمه عن طريق دم الام النازف ايضا وتمت زكاته، سواء بقى اشعر او لم يشعر. هو المقصود باكل لحم هذا الجنين اصلا. ما احنا بنتكلم كده. السن اول ما ينزل على طول ولا اشعر؟ لا، لو لسه مولود وانت ذبحته تاكل، انت حر، مفيش مشكلة. إذا خرج من بطن أمه ميتا لأن زكاته في زكاة أمه، وكذا غيره من المستثنيات المذكورة في المبسوطات. أنا بيتهيألي يستثنى حينئذ جنين المزكاة إذا خرج من بطن أمه، حتة لا دي فيها إشكال، لأن هو يستثنى، إنما ليه فلا يستثنى؟ مش كده برضه؟ لا دي فيها إشكال،
هو المفروض ان يستثنى، يستثنى مش فلا يستثنى، عشان كده الجملة اصل بيقول لان زكاته في زكاة امه، بقيت الجملة هي ماشية وكذا غيره من المستثنيات. كمل الجملة تلاقي انها مش منفية يا سيدي، كمل الجملة تلاقيها مش منفية. واريد بها الزائلة الحياة بغير زكاة شرعية، كويس، يستثنى حينئذ جنين المزكاة. اذا شيل لا عشان تستقيم العبارة، استنى نفسي لما قريت العبارة لقيتها مش راكبة، فلا دي حطها في دايرة كده، ما تتعلمش انك تشطب. على فكرة استاذنا في طبعة حشيد البيجول على القاسم طبعة دي فلا، فلا يستثنى، وفي الشق وفي الحاشية هو اثبت لا، وبيقول قوله فلا يستثنى تفريعا على قوله واريد بها، ووجه عدم الاستثناء عدم دخوله حينئذ في الميتة لأنه زائل الحياة بزكاة شرعية. يعني أنا فهمت قصد الإمام البيجوري، بس العبارة فيها لبس، العبارة نفسها فيها لبس، واخد بالك؟ فالأحسن أنك أنت تبعد عن لبس العبارة وتبقى الحكاية واضحة كده، إن الميتة هي الزائلة الحياة بغير زكاة شرعية، واخد بالك إزاي؟ فلا يستثنى حينئذ جنين المزكى إذا خرج من بطن أمه ميتا لأن زكاته في زكاة أم، لأن حياته خرجت بزكاة شرعية، كأنه عايز يقول كده. فهمت بقى إزاي؟ ده تأويل كلام الإمام البيجوري، وهو كلام لطيف كويس، بس إيه يحتاج إنك أنت تدقق في العبارة أوي. لكن لو شلنا لا هتلاقي العبارة مستقيمة من غير تدقيق، واضح؟ وكذا غيره من المستثنيات المذكورة في المبسوطات. ثم استثنى من شعر الميت قوله إلا الآدمي فإن شعره طاهر كميتته، يبقى شعر الميت طاهر. انت عندك مثلا كان زمان أجدادنا يركبوا الحمير مش كده برضو، والحمار بيبقى شعر الحمار بينفصل ويجي على ثوب جدك وهو راكبه وينزل يصلي، ما هو ده شعر منفصل اهو من غير مأكول اللحم، فحكمه حكم ميتته، يبقى نجس، اهو ده من المعفوات، نجس لكنه من المعفوات، واضح؟ واضح. فكانوا برضو علماء يعني هو الشعر موجود صحيح على عبايته وعلى بتاعه ويقوم يصلي، واخد بالك، نفط كده اهو ويروح يصلي، حتى لو بقت شويه من المعفوات، واضح؟ لكن شعر الآدمي لما تروح انت عند الحلاق ويحلق لك وشعرك اللي واقع ده طاهر، واخد بالك؟ لان ميتة الآدمي طاهرة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ايه؟ لا ينجس حيا ولا ميتا. ميتة الآدمي طاهرة، واضح؟ اي ميتة، اي ميتة شعرها يبقى نجس، نجس مع نجاسة مهنة، واحنا قلنا هو اصلا دم وبول وروس مأكول اللحم عند الملكية طاهر، وتريح نفسك. عند الشافعية نجس، والنجاسة اللي فيه دي معفوة عنها بالرغم انها نجسة، لايه؟ لو اتبقى شوية اثر دم كده في اللحم، واخد بالك ازاي؟ بيعفى عنها مع العلم بانها نجسة. الشافعية يعتبروها معفوات، والملكية ما يلاقوش لان هي طهر، واضح؟ ثم استثنى من شعر الميت قوله الا الادمي اي فان شعره طاهر كميتته، يبقى ميتة الادمي طاهر، واضح؟ فصل. ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة ويجوز استعمال غيرهما من الأواني. بيقول هنا فصل في بيان ما يحرم استعماله من الأواني. طب ليه ما قالش ما يحل استعماله من الأواني؟ لأن ما يحل غير محصور، مش كده برضو؟ فتكلم، تكلم على المحصور لأن المحرم محدود، وغير كده بقى يبقى ماشي. حتى أنية الإيه؟ الدباء والحنتم والنقير والمقير، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيه؟
عن الانتباز فيها في أول الأمر، ثم بعد ذلك أباح الانتباز فيها ولا تشربوا مسكرا، مش كده برضو؟ فأصبحت كل الآنية مباح الاستعمال استعمالها ما عدا آنية الذهب والفضة، حرام للمسلمين. كويس. وما يحرم استعماله يحرم اقتناؤه، ما حرم استعماله حرم اقتناؤه. يبقى شوك الفضة والذهب ومعالق الفضة والذهب وطقم الفضية بتاع جدتنا زمان كانوا يجيبوه كده، إذا كان هيجي المموه، اسمه المموه هيجي الوقت، يبقى ده حرام، حرام اقتنائه. كويس. لأنه يحرم استعماله، فكل ما حرم استعماله حرم اقتناؤه وحرمت صناعته. كويس. تحف ايه؟ لو ليست على هيئة إناء، ليست على هيئة إناء، وبعدين شكل الفرس تمثال، نخش في مشكلة، هتدخلني في مشكلة تمثال حتى لو كان متجير، واخد بالك؟ فإن التماثيل عند المسلمين ما يحبوهاش، مش كده برضه؟ لأن الملائكة لا تدخل بيت فيه تمثال. ايه؟ آنية الذهب والفضة حرام، حتى لو حطيتها كده تحصل حرام، واضح؟ فما بالك انت هتحط عليها الفاكهة، بقيت بتستعملها اهو، بقى استعمالها يبقى شد. علة الحرمة، علة الحرمة بعض العلماء اتكلموا قال انها تؤثر في الاقتصاد، لان هي النقدين، فلو الناس حولوا الذهب الى، لان كانت هي عملة التعامل، واخد بالك؟ وبعض العلماء قال لك تعبدي، تعبديه كده علشان تبقى لينا احنا في الجنه وليهم هم في الدنيا، واخد بالك؟ في انواع المياه هنا بيقول لك ايه؟ طب خلي الدرس اللي فات هذا الموضوع في الفضه. ايوه. يقول والثاني طاهر المطهر المكروه من استعماله في البدن لا في الثوب، وهو الماء المشمس اي المسخن بتاثير الشمس فيه، وإنما يكره شرعا بطول المحرم في إناء منطبع إلا إناء نقدين، لأنه مش منطبع، يعني ما إناء. طيب ما هو يحرم إيه استعماله، لكن المية اللي فيه غير مكروه استعماله، فهو بيتكلم هنا على المية مش بيتكلم على الإناء. هو بيقول لك الإناء المنطبع اللي بيعمل زهومة وصبأ في القطر الحار ده، هو ده يكره استعمال هذا الماء، هذا نوع الماء ده، واخد بالك؟ لكن لو كان هذا الماء موجود في اناء الذهب والفضه عليك انك تسكبه في اناء اخر وتستعمله غير مكروه. لو استعملته الوضوء صحيح مع الحرمه، واضح؟ لان الحرمه في الاستعمال مش في الماء، واضح؟ فصل في بيان ما يحرم استعماله من الأواني وما يجوز، وبدأ بالأول فقال ولا يجوز في غير ضرورة لرجل أو امرأة استعمال شيء من أواني الذهب والفضة، لا في أكل ولا في شرب ولا غيرهما، وكما يحرم استعمال ما ذكر يحرم اتخاذه يعني اقتناؤه من غير استعمال في الأصح. في الأصح يبقى عندنا ده الراجح من وجهين، مش احنا قلنا الأصح دي الراجح في الأوجه دي يعبر عنها بالصحيح والأصح، فالأصح يبقى يقابله صحيح، وجه صحيح آخر. هو الأفضل انك انت تفتي بما كان أصح، واخد بالك ازاي؟ بس تفتي بهذا، فإن عملت بالصحيح وسبت الأصح تبقى خلاف الأولى، تبقى خلاف الأولى. لكن هذا مش معتبر ان الإمام رجع عنه؟ لا لا، ما يحرم اتخاذه من غير استعمال في الأصح، أصل النبي حرم استعمال أنية الذهب والفضة، ما اتكلمش على الاتخاذ، فالاتخاذ ده متولد من التحريم في الاستعمال، فهل الاتخاذ
يبقى كمان حرام. فعندنا احنا قاعدة كل ما حرم استعماله حرم اتخاذه، فالموافق للقاعدة دليله راجح، انما المقابل للصحيح قال لك ان يحرم الاستعمال ولكن لا يحرم الاتخاذ، لانه قد يتخذه كمال يبيعه فيستفيد به. واضح؟ فهم؟ فاللي وافق للقاعدة ان ما حرم استعماله حرم اتخاذه دي قاعدة، واخد بالك؟ فجعله هو الاصح لانه يعني ايه واضح الدليل. ويحرم ايضا الاناء المطلي بذهب او فضة ان حصل من الطلاق شيء بعرضه على النار. طيب اللي هو يسموه ايه المموه، المطلي اللي هو المموه، لو طلنا بذهب او فضة بطبقة رقيقة لا تذكر، واخد بالك، بحيث لو عرضتها على النار ما تجيبلكش جرم تقدر، دي ما يحرمش، واخد بالك ازاي؟ لا يحرم. ويحرم ايضا الاناء المطلي الا لو ما جابش لا يحرم، لكن لو جاب جرم يبقى يحرم. واضح؟ لو جاب جرم يبقى يحرم، لانه صار يعني فيه كمية من الذهب كبيرة او في كمية من الفضة كبيرة. انت دلوقتي بتجيلك ساعات فازات صيني عليها طبقة مذهبة رقيقة جدا وذهب، لكن لو عرضتها على النار ما تعملش حاجة، تمشي ما فيهاش مشكلة عندنا، واخد بالك؟ تبقى ورق رقيق جدا من الذهب بيتحط كده، بحيث لو عرضته على النار ما يعملكش حاجة. عندنا ايه الصالون المذهب في البيت، لويسيز ومش عارف ايه اللي بيعملوه ده، والحاجات اللي هي ايه في الجهاز، تروح دمياط تلاقيهم عندهم ايه ورق الذهب ده، ورق رقيق، ويقول لك ذهب انجليزي وذهب فرنساوي ومش عارف ايه، ويستعملوه على الاساس، واخد بالك؟ اذا كان كمية سميكة اذا عرضت على النار تبقى كمية، يبقى هنا تحرم. اذا كانت كمية ضئيلة جدا يبقى لا تحرم. واضح؟ لا ما ناخدش بالقاعدة هنا. لان النبي تكلم على آنية الذهب والفضة الخالصة، واخد بالك؟ بس فهنا دي مش خالصة. ويحرم ايضا الاناء المطلي بذهب او فضة ان حصل من الطلاء شيء بعرضه على النار. ويجوز استعمال اناء غيرهما، يعني من غير الذهب والفضة، من الاواني كل الانواع بقى، ازاز وصيني وبلاستيك، وقول بقى زي ما انت عايز، وخشب، وكل اللي انت عايز تقول. هيجوا. ويجوز استعمال إناء غيرهما أي غير الذهب والفضة من الأواني النفيسة كإناء ياقوت أهو كويس. ويحرم الإناء المضبب بضبة، بضبة فضة كبيرة عرفا لزينة. مضبب يعني إيه؟ يعني مزين أو مزخرف أو لحام، كانوا زمان يلحموا لما يتكسر إناء يلحموه فضة أو يلحموه. فالضبة لو كانت لزينة وكانت من فضة وقليلة يكره، ولو كانت لزينة ومن فضة وكبيرة تحرم، وإن كانت الضبة لحاجة وكانت من فضة تجوز. واضح؟ وإذا كانت من ذهب تحرم في الكل، سواء كانت صغيرة أو كبيرة لزينة أو كانت صغيرة لحاجة، واخد بالك؟ يبقى في الذهب حكمه أشد من الفضة في مسألة الضبة. واضح؟ ما لسه قايلين لو عرضتها على النار تجيب لك ذهب؟ مش احنا بنتكلم على ايه دلوقتي؟ المضبب مش المموه. احنا خلصنا المموه، احنا خلصنا المموه، ركز معايا، خلصنا المموه اللي هو واخد مطلي،
دلوقتي بنتكلم في حاجة تانية. يعني افرض عندك كرسي زي ده حطوا لك تاج ذهب فيه، يبقى هنا حرام؟ ذهب حط لك فيها حته ذهب طالعه كده، حته ذهب زي الملوك بتوع زمان، واخد بالك؟ كان بيقعدوا على كراسي فيها مقابض ذهب خالص. كده حرام، دي حرام، واضح؟ لان دي تعتبر ضبه لزينه، واضح؟ لأن الياقوت أولا ليس لا يعرف قدره كل الناس، فما فيش كسر خاطر الفقير، واضح؟ لكن الذهب كل الناس عارفة قيمته، فأول ما يشوفه الفقير يكسر خاطره. ثانيا الذهب يستعمل نقد، وبيه بتتحدد ميزانيات الدول، فلو اتحصر في صورة أشياء مستعملة هيحصل إيه؟ هيحصل خلل في الميزان الاقتصادي، واخد بالك؟ فيدفع ثمنه مين؟ الفقير في الاخر، فيجوع. انما الياقوت ما بيحددش الايه؟ ميزانيات الدول ولا الماس ولا الحاجات دي. وان كان في وجه عند الشافعيه ان برضه، وان كان وجه ضعيف ليست الفتوى علي، انه يقاس عليه الاشياء الايه؟ النفيسه. بس وجه ضعيف ليست الفتوى عليه. واضح؟ بالذهب لو عرض على النار والدلك بتاع يبقى حرام، لو لم يعرض على النار. طب ما انا زرت مسجد سيدنا علي بن ابي طالب في النجف، الباب بيزقوا ثلاث رجاله ذهب خالص عيار 21، بيزقوا ثلاث رجاله حرام. واللي عملوه كده الايرانيين هناك، المدنه 4 مدن فيها 4000 طوبة ذهب خالص عيار 21 هناك في النجف، مدينة النجف اللي دفن فيها سيدنا علي في العيار. أنا رحت زرت هناك سيدنا علي اللي كان يقول يا دنيا غري غيري، بقى الذهب حواليه قد كده بعد ما مات، وغلبوه في حال حياته، سبحان الله. حرام باب الكعبة ذهب ده خالص، ده يجوز لبيت الله الحرام. فباب الكعبة كنز الكعبة معروف ما فيهوش حاجة. ما احنا قلنا بقى الحاجات، البلاتين ده بيسموه ذهب ابيض، ده مش ذهب، النبي ما اتكلمش عليه. فممكن تلبس انت خاتم بلاتين ولو كان اغلى من الذهب، ما يجراش حاجة. تلبس ياقوت ومرجان ولؤلؤ وكل حاجة ولا يهمك، وتعمل منها سبحة كمان، ما يجراش حاجة. لكن في وجه قلت لك ضعيف انه بالقياس، لكن قال لك ان المحرمات طالما منصوص عليها فالسكوت عفو. والرسول صلى الله عليه وسلم قايل كده في الحديث، ان الله حرم اشياء واوجب اشياء وسكت عن اشياء غير نسيان رحمة بكم. عشان كده احنا نقول ايه؟ ان القياس خطأ، والوجه ده وجه ضعيف، واضح يا استاذ؟ بس لان السكوت وقت البلاغ محال على النبي، والا يبقى لم يبلغ رسالات ربه على الوجه الاكمل، واضح؟ فكون النبي سكت ويعلم ان هناك جواهر اخرى غير الذهب والفضه دل على العفو، معفوات. فهمت بقى يا استاذ؟ بس عشان ما تتعبش نفسك. ويجوز استعمال إناء غيرهما أي غير الذهب والفضة من الأواني النفيسة كإناء ياقوت وزبرجد ومش عارف إيه ولؤلؤ، وأقعد بقى أقول اللي أنت عايزه. ويحرم الإناء المضبب بضبة فضة كبيرة عرفا للزينة. طب لو كبيرة للحاجة تمشي طالما فضة، لكن لو ذهب لا، واضح؟ يجوز السنة والأنف والحاجات دي تبقى ذهب وفضة، يجوز دي معفوات، واخد بالك؟ ها؟
عشان ما تصديش وتغير ريقك وتأذيك. ولما حطوا أنف في الحروب زمان كان أنفه تتقطع، عايز يقابل ناس بخرمين كده في وشه يبقى منظر وحش، فكان يحط كده حاجة كده. فلما جربوا أي حاجة غير الذهب والفضة لو بتعمل إيه صديد ورائحة وحشة وزرنيخ وتعمل خضار وتعمل زرقان وتعمل قرف، فأجازوها من أجل هذا بس. واضح الحكاية؟ وكذلك ما تقدرش تحط حتة حديدة ولا بتاع ونحاس هنا هتعمل لك زرنيخ وتعمل لك صدى وتغير ريقك وتغير طعم أكلك. فهمتني إزاي؟ حتى لو طعم اسنان كله. وانتوا قاعدين بتسألوا في أسئلة فات عليها ليه بقى؟ لأن أصبح الوقت طب الأسنان في أنواع كلها بتطلع، مش كده؟ أنت بتكلمني كأنك رجعتني 200 سنة ورا. فخلينا نهتم بالقضايا حاليا. زمان كانوا بيستعملوها لأن ليس عندهم بديل، فإذا وجد البديل خلاص بقى انسى بقى تجديد الخطاب الديني. عارف تجديد الخطاب الديني يعني إيه؟ يعني تناقش الناس في الأشياء اللي عايشين فيها، حاجة خلاص ما بقيناش إحنا، دي كانوا بيستعملها أجدادنا وخلاص وانتهينا لا وجود لها. عارف أنت لو رحت للدكتور سنان قلت له أنا عايز سنة ذهب هيضحك عليك، هيقول إيه الجدع ده، روح خد الكشف بتاعك وروح يلا، هيقول لك كده صح ولا لا؟ لأن بقت في بدائل كتيرة تانية. لا قول له خلاص راحت عليها بقى، كانت زمان تجوز للضرورة لعدم وجود الحاجة، واخد بالك؟ بس فإن كانت كبيرة لحاجة جاز مع الكراهة. ضبة الفضة لو كبيرة لحاجة تجوز مع الكراهة، أو صغيرة عرفا لزينة كرهت، أو لحاجة فلا تكره. أما ضبة الذهب فتحرم مطلقا، كل دي لأن في حوالي 8 أوجه في المسألة وتفريعات. فقال لك الخلاصة يعني كما صححه النووي. واضح الحكاية؟ فصل في استعمال آلة السواك. احنا هنخلص ايه السواك عشان نقف على ايه؟ على فروض الوضوء. كويس؟ والسواك مستحب في كل حال الا بعد الزوال للصائم. طبعا الملكية ما عندهمش المشكلة دي، ولا الأحناف عندهم المشكلة دي، عند الشافعية عندنا بس الحكاية دي. والسواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم، وهو في 3 مواضع أشد استحبابا عند تغير الفم من أزم وغيره، وعند القيام من النوم، وعند القيام إلى الصلاة. كويس؟ بيقول هنا في الشرح فصل في استعمال آلة السواك وهو من سنن الوضوء، ويطلق السواك أيضا على ما يستاك به من أراك ونحوه. فرصة الشناء السنان بقى تمشي، والمعجون يمشي، قال لك ونحوه يعني أي حاجة، ولو خرقة خشنة مسكتها كده وقعدت تعمل كده بقت سواك، ولو صباع خشن صباع جنبك خشن وهو وافق يبقى أي آلة، يعني أي آلة تنظم بها الأسنان تبقى اسمها سواك. لكن أصل السواك من إيه؟ من عود الأراك. واضح؟ ده أحلى الأنواع، لأن ده النوع اللي استعمله النبي، وقالوا إنه كمان صلى الله عليه وسلم إنه مفيد، إن العصارة اللي فيه بتقوي اللثة وليها فائدة، لدرجة عملوا منها معجون سنان دلوقتي لأنه لقوها مفيدة. والسواك مستحب في كل حال، يعني في أي وقت. كويس؟ النبي أول ما يستيقظ من النوم كان يشوص فاه بالسواك، ولما يجي هتقرأ القرآن تشوص فاك من السواك، تيجي هتصلي تستاك، هتيجي تتوضى تستاك، تغير طعم فمك بسبب أكل أو بسبب طول صمت. كويس؟ زي طول صمت لأنك بتنام طول الليل، بتتكلم وانت نايم تتكلمش، تصحى الليل الصبح تلاقي نفسك ريقك متغير ورائحة فمك كريهة لأنك صمت مدة طويلة، فيبقى هنا السواك يدخل وقت، واخد بالك؟ كل الحاجات دي يدخل فيها. وقبل الطواف كذلك،
وقبل دروس العلم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، عند كل. وكونه بيقول لولا أن أشق على أمتي دل على أنه كان له التصريف في التشريع صلى الله عليه وسلم. يعني ربنا خيره أن يأمر المسلمين بالسواك في كل صلاة فاختار ألا يأمر به تيسيرا على الأمة. واضح؟ وهو من سنن الوضوء، ويطلق السواك أيضا على ما يستاك به من أراك ونحوه. والسواك مستحب في كل حال ولا يكره تنزيها إلا بعد الزوال للصائم. يبقى لو صائم بعد الزوال يعني قبل الظهر بثلث ساعة لحد أذان المغرب وشفعي واستعمل السواك يبقى مكروه، يعني ما عملش جريمة، تعملش مشكلة معاه. واضح؟ لأن ده مكروه كراهة التنزيه بس. لأن عند الشافعية في قاعدة عندهم تفهمها، ليه الإمام الشافعي كره؟ أنه لا يجوز عندهم أو يكره إزالة أثر العبادة. واضح؟ أثر العبادة يكره إزالتها مطلقا. علشان كده النبي لم يغسل الشهيد عشان جرحه عبادة، فالدم ده أثر جرح الشهيد، فالنبي لم يغسله لأنه أثر عبادة. واخد بالك؟ فلما الإمام الشافعي لاحظ الحكاية دي فقال إيه؟ قال إن تغير فم رائحة الفم بسبب الصيام ده أثر من إيه؟ من العبادة، من الصيام. وقال إن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فقال يبقى إحنا ما نشيلش أثر العبادة، كراهة بس للكراهة. العلماء التانيين زي المالكية والأحناف قالوا لا، ده رائحة الفم بسبب خروج هواء المعدة وليس من الفم، فالخلوف ده أصلا مش من الفم، ده الخلوف ده جاي من المعدة، والسواك بينظف الفم فمش هيمنع الخلوف برضه. فهمت بقى ازاي؟ عشان كده قالوا يستعمل. واضح الحكاية؟ إلا بعد الزوال للصائم فرضا أو نفلا، سواء كان صائم فريضة أو صائم نفلا. وإيه أنواع صيام الفريضة اللي أنت تعرفه؟ شهر رمضان، وإيه تاني؟ والنذر، وإيه تاني؟ ها؟ القفارة والقضاء. واخد بالك؟ يبقى دي كلها أنواع فرضا أو نفلا. والنفل إيه أنواع صيام النفل؟ الاثنين والخميس، ويوم تفطر ويوم وتصوم يوم، وثلاث أيام من كل شهر، وعاشوراء، ويوم قبلها ويوم بعدها، ويوم عرفة. واخد بالك إزاي؟ وصوم أيام الشهور المحرمة، الرسول كان يحب الشهور المحرمة، تسع أيام من شوال، ستة أيام من شوال، وتسع أيام من ذو الحجة. كل دي أنواع نوافل مشهورة عند المسلمين في إيه؟ في الصيام. وهناك من كانوا يصوم الظهر من الصحابة والنبي أقره. واخد بالك إزاي؟ يعني كان يصوم يوميا في حال حياة النبي، زي حمزة بن عمرو الأسلمي كان يصوم يوميا، وهو أصلا شغلته بيسافر، بيسفر الناس يعني على قوافل، يعني كان هو عنده قوافل وبيركب الناس وطول عمره مسافر، وكان يصوم على طول يوميا صايم. وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لأنه لا يجد ضعف. واضح؟ لكن لما سيدنا عبد الله بن عمرو أراد أن يصوم كل يوم النبي نهاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرى أنه سوف يضعف، فنهى يقلل لحد ما وصلوا يوم بعد يوم، وقال له ايه افضل الصيام؟ صيام داود. واضح؟ مين تاني كان بيصوم بقى ايه باستمرار صيام الدهر؟ ستنا عائشة بعد وفاة النبي، طول ما كان النبي عايش معاه ما كانتش تصوم كل يوم الا ايام قضاء بس رمضان. واضح؟ بعد وفاة النبي صامت يوميا ما عدا الفطر والاضحى وثلاث ايام تشريق، حتى ماتت عندها 63 سنة. النبي مات عنها وعندها 19 سنة.
واخد بالك؟ كانت تصوم يوميا سيدتنا عائشة أم المؤمنين. وكذا سيدنا عمر بن الخطاب كان ممن يصوم الدهر، وابنه عبد الله بن عمر كان ممن يصوم الدهر، وكذا أبي طلحة زوج أم أنس بعد وفاة النبي كان في حال حياة النبي لا يصوم حتى يكون قوي البدن حتى يدافع ويجاهد مع النبي، فبمجرد وفاة النبي صام يوميا إلى أن مات، ما عدا الخمس أيام المعروف اللي هي يوم الفطر ويوم الأضحى وثلاث أيام التشريق. واضح؟ كل دي صيام نوافل. وتزول الكراهة بغروب الشمس. واختار النووي عدم الكراهة مطلقا. يبقى ايه الامام النووي هنا له اختيارات في المذهب كويس، كأنها فيها اوجه، يعني كان في وجه عند الشافعية زي الاحناف وزي الملكية لا كراهة، في وجه تاني قال لك في كراهة، والامام النووي اختار عدم الكراهة مطلقا لان خلوف فم الصائم ليس مصدره الفم بل مصدره المعدة. واضح؟ وهو أي السواك في ثلاثة مواضع أشد استحبابا من غيرها، أحدها عند تغير الفم من أزم، قيل هو سكوت طويل، وقيل ترك الأكل وغيره، وإنما قال وغيره ليشمل تغير الفم بغير أزم كأكل ذي ريح كريهة من ثوم وبصل وكرات وغيرها. والثاني عند القيام أي الاستيقاظ من النوم، لأنه برضو لا طول صمت، هو النوم صمت أزم فيه أزم. والثالث عند القيام إلى الصلاة فرضا أو نفلا. أحدها عند تغير الفم، والثاني عند القيام من النوم، والثالث عند القيام إلى الصلاة، ونحط إحنا الرابع عند إرادة الوضوء. مش كده برضه؟ ممكن تحط الرابع لأنه هيقوله لك بعد كده في سنن الوضوء. مش كده برضه؟ يعني عند إرادة الوضوء، ما أنت لسه ما شرعتش في الوضوء، أنت بتستعمل السواك الأول قبل ما تتمضمض. مش كده برضه؟ عند القيام إلى الصلاة فرضا أو نفلا، ويتأكد أيضا في غير الثلاثة المذكورة مما هو مذكور في المطولات كقراءة القرآن واصفرار الأسنان. واحد سنانه متغيرة من إيه؟ من التدخين والحاجات وشرب الشاي الكتير والحاجات دي، يبقى ده يتأكد في حقه بأنه يستعمل السواك. ويسنى أن ينوي بالسواك السنة، يعني لما يجي ينظف سنانه يستحضر سنة السواك عشان ياخد ثواب، ما تبقاش عادة، لأن النية تفرق بين العادة والعبادة. فلو هو بيعملها، في ناس كتير بتدعك سنانهم كل يوم عادة صحية كويس، لكن لما يستحضر إنها عبادة ياخد ثوابها كويس. ويسنى أن ينوي بالسواك السنة، وأن يستجبئ بيمينه ويبدأ بالجانب الأيمن من فمه، لأن السواك ده يعتبر زينة، يعتبر كمال، فأي شيء فيه كمال تبدأ باليمين، أي شيء فيه نقص تبدأ بالشمال. فاهم؟ يعني لما تيجي تلبس اللبس ده زينة، يبقى دخل إيدي اليمين الأول، لما تقلع الشمال الأول، وهكذا. في يسبح باليمين أحلى ما فيهاش حاجة، ليس شيء فيه. ها؟ هتجيب الوزر منين؟ هو النبي نهى؟ أصل الوزر يبقى فيه نهي، ما في ناس بتتسرع. ما هو جاب النهي منين؟ إذا كان النبي ما نهاناش، هو النبي لما قال تختم الصلاة 33 قال بإيدك اليمين ولا قال بالسبحة ولا قال من غير ولا قال حاجة؟ قال تعد على عقلك ولا ما تعدش على عقل؟ قال 33، انت بقى استعمل اي وسيله فيهاش مشكله، والوسائل تاخد حكم ايه؟ المقاصد. يبقى السبحه جائزه لانها وسيله للعد، والعد مقصود. فهمت ازاي؟ والشيخ حسنين مخلوف مؤلف كتاب في ايه؟ في افضليه استخدام السبحه،
المسبح حسين المخلوف. عندي الكتاب ده رسالة لطيفة جدا عشان يرد على العيال اياهم الجهل. انا كنت ماسك سبحة مرة زمان حوالي 20 سنة وكنت في الحرم المكي وقاعد ماسك سبحتي كده وقاعد وقايم اجيب المصحف. فواد من العيال اياهم قاعدين فاتح ايه المصحف وبيقرأ قرآن وايه والحامل. فقول يا شيخ يا شيخ السبحة اللي في ايدك دي بدعة. قلت له طب ما انت الحامل اللي حطه على المصحف ده بدعة يا ابني، والمصحف نفسه اللي انت بتقرأ فيه ده بدعة، ده ما كانش ايام النبي، ده مصحف الملك فهد يا ابني، مش مصحف النبي. وبعدين المصحف اللي انت بتقرأ فيه ده كمان منقط، فيه نقط وفيه تشكيل، والمصحف ايام النبي كان مكتوب بغير تشكيل. الله ايه الحكاية بقى دي؟ قال لي انت منين؟ قلت له من مصر. قال لي انتوا كده يا مصريين ما نعرفش نسلك معنا. ليه؟ ما يصحش. المقاصد تاخد حكم ايه؟ الوسائل. انا مقصدي بالسبحة ايه؟ ان انا اعد واضبط العدد، والنبي امرنا بالعد، يبقى لازم اضبط العد بس باي طريقة بقى، بايدي برجلي بالشباك بتاع الازاز عندي مربعات كده، فبص لكل مربع اقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله لحد ما اخلص. طيب المقصد ان انا اعد وخلاص. فهمت بقى؟ جاب بالي كده ليه بقى؟ لان كان المدرس اللي بيدرس لاختي صغيره في ابتدائي كده اكبر مني، كانوا لا ما تعديش في الجمع، فكانت تقعد تعد على الشباك واخد بالك وتحسب ويطلع صح. لا ازاي ما عدتيش؟ هي بتعد على الشباك وانا شايفها بس ما رضيتش افتن عليه. يعني يعد باي طريقه، لكن الافضليه استخدم اليمين. اليمين في اي شيء فيه كرامه في اكرام. النبي كان يجعل ايه يمينه لطهوره، يجعل يمينه في طهوره وفي اكله وفي شربه وفي تناوله، ويده لغير ذلك بقى، واخد بالك ازاي؟ بس انما في ايده اليمين متعور ما يسبح، سبح باي حاجه ان شاء الله بصوابع رجله يقعد يعدها كده سبحان الله سبحان الله، ما فيهاش حاجة يعني. فالتقييد على الناس ده يا جماعة ليس بفقه، لأنك بتصد الناس عن الذكر. ده ساعات الواحد يبقى في إيده السبحة وقاعد بقاله 20 سنة بيسبح، ويجي واحد يقول له دي بدعة، يروح يرميها ويبطل التسبيحات اللي كان مواظب عليه بقاله 20 سنة. وشفنا المناظر دي، يبقى أنت صديته. طب وليه؟ ما تسيبه في حاله. الذاكر أحسن من الغافل. المهم. والثالث عند القيام إلى الصلاة فرضا أو نفلا، ويتأكد أيضا في غير الثلاثة المذكورة مما هو مذكور في المطولات كقراءة القرآن واصفرار الأسنان، ويسنى أن ينوي بالسواك السنة، وأن يستكب يمينه ويبدأ بالجانب الأيمن من فمه، وأن يمره على سقف حلقه إمرارا لطيفا، مش يخرر دم لأن الدم نجس ما يعورش نفسه، فهم؟ إمرار لطيف كده. وكمان على كراسي أدراسه وعلى لسانه، لو لسانه كمان في اثر اكل يمر بس ما يأذيش نفسه، حاجه بالراحه كده يبقى لطيف يعني. ونقف على فصل وفروض الوضوء 6 اشياء يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله. ادعوا لي كل ما اجي لكم بتوه من الجامع بتاعكم ده، مش عارف ايه حكايه، مش عارف احفظ السكه. سمعنا مثلا متوضى وشرب سجارة بيسأل لو واحد بيشرب سيجارة وهو متوضي وعايز يصلي، هل انتقد وضوءه أم لا؟ لم ينتقد وضوءه لأنها ليست من نواقض الوضوء، لكن يتمضمض. ليه؟ لأنها قد تغير رائحة فمه، دي حاجة واخد بالك، فإذا غيرت رائحة فمه يبقى يتمضمض. طب ما غيرتش رائحة فمه، طب ما فيهاش حاجة. طب ولو قلنا ان التنباك ده اللي محطوط فيها كانوا منقعينه في الخمر في الخمور، فيبقى الهواء اللي خارج منها ده هواء النجس ليس بنجس، هواء النجس ليس بنجس، والا كان لو كل واحد ما يطلع ريح يقوم يغسل هدوم، مش كده برضه؟ ما هو الريح دي هواء النجس، مش كده برضه يا استاذ؟ والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ليس منا من استنجى من ايه؟ من ريح. فدل على ان رائحة النجاسة ليست نجسة. واضح؟ ايوه. نواقض الوضوء دي حاجات توقيفية
يعني لو واحد كذاب وقليل الادب ومجرم وضوءه يفضل ما ينتقدش، ما تنقضش الوضوء. لكن لو تبول، هو البول حرام؟ لا، لكن يتنقض وضوء. فهي اسبابها توقيفيه، مش علشان حرام او حلال، دي امور توقيفيه للعباده. واضح؟ لكن الكذب كبيره من الكبائر، لكن لا ينقض الوضوء. اكل اموال اليتامى، لسه واكل اموال اليتامى وشاربها وهو متوضي، تقول له توضى تاني؟ مع انه هو في مصيبه سودة. فاهم؟ لكن لو خارج من دوره الميه او ده مباح، تقول له لا يتوضى. بالنسبه لدعاء الاسنان يا دكتور، سمعت ان هم بيقولوا ان هو معمول من دهن الخنزير. سمعت. هل انت بتتكلم على ايه؟ سمعت. احنا عندنا اليقين لا يزول بالشك، مش قلنا كده؟ اليقين لا يزول بالشك. حاجة بتباع في بلاد المسلمين ويتناولها المسلمين كلهم تبقى طاهرة. مش معقول هتغيب يعني على اللي بيصنعوا، واللي بيصنعوا في المصانع دي مسلمين ودكاترة وعمال وعارفين ان الخنزير ده حرام، واخد بالك؟ فمش معقول يعملها وما يشعش خبرها. يا سيدي كله بيتعبى عندنا، بيتعبى عندنا كله، كل حاجة بتتعبى. انا هقول لك حاجه، اليقين لا يزول بالشك، فما تحرمش على الناس عيشته. واضح؟ لما تبقى متاكد قول، وتبقى جزاك الله خير وعرفت الناس حاجه. احنا مش متاكدين عن حاجه، ما نشعش اشاعات. عند القاعده الشافعيه اليقين لا يزول بالشك، بس ما تقوليش بقى سمعت ان القميص اللي مش عارف فيه ايه. كل يوم نسمع حاجه شك. انا شخصيا ما بجيبش القميص لاني قرفت من الاشاعه، والله ما بقتش اجيب الصابون الكمير ده، مجرد ان انا قرفت من الاشاعه. بس ازيك يا استاذ؟ لعاب الكلب ناجس طبعا، نجاسه مغلظه. لو مثلا على الثوب مثلا تغسله 7 مرات احداهن بالتراب عند الشافعيه، حتى الثوب عند الشافعيه كالاناء. ازيك يا استاذ علي؟ ازيك يا استاذ علي؟ اذا كنت ايدك جافه وهو جاف، يبقى ما فيش وسط رطب، لازم يبقى في وسط رطب لينقل النجاسه الجافه. يعني انا ايدي ناشفه ومسكت قطعه براز كده ناشفه ورميتها، ولا اشطف ايدي لانها ما بتنقلش. لكن لو ايدي عرقانه يبقى في بقى رطوبه، فالرطوبه هي اللي تنقل اثر النجاسه. واضح يا استاذ؟ الصلاه صحيح. هواء النجاسه، لو قلنا ان الطنباك ده محطوط في خمره والخمره نجسه، فاللي خارج ده منه ده هوا ولا مش هوا؟ هوا. هواء النجاسه طاهر. واضح؟ لكن لو حامل السيجاره العلبه وقلنا ان الطنباك ده نجس او متنجس عشان حطوه في خمر، يبقى صلاته باطله لانه صلى وهو حامل للنجاسه. صلاته تبطل لانه حامل للنجاسه. فيعمل ايه؟ اول ما يخش هيصلي يحط علبه السجاير في حته ويصلي. عارف هو لو عرف كده وكل مره يعمل كده هيقرف السجاير بقى. والله هيزهق منها. فربنا ينجينا. ايوه اتفضل. ايوه صح. طب ما احنا قلنا ان الكذب حرام. واحد بيكذب وبعدين دخل يصلي جامك، تقول له روح ما تصليش؟ احنا بنتكلم صحيحة ولا مش صحيحة، مش بنتكلم حلال ولا حرام. خليك فقيه. حلال وحرام دي مسألة، وانها تنقض الوضوء وصلاته باطلة دي مسألة تانية. واضح؟ لازم نعرف الحكاية دي. يعني هو اصلا بياكل حرام، متعشي حرام، اموال يتامى او رشوة، وجا العشاء اتدنت وجاي يصلي جنبي، اقول له روح يا مجرم؟ ولو صلى جنبي اقول له عيد صلاتك؟ ايوه. هو بقى متناقض مع نفسه، هو متناقض مع نفسه، لكن الفقيه ما يقولوش صلاتك باطله. فهمتني ازاي؟ احنا بندرس درس فقه. هو بقى لما يحضر الدروس دي كذا مره ويعرف ان الحرام ده لما بيخش في جوفه يمنعه من قبول العباده ويمنعه من انه هو يبقى مقبول الصلاه، يبتدي يكره بقى الحرام حبه بحبه حبه بحبه، يروح تاركه. فهمتني ازاي؟ بس لكن هل بقى لو ترك الحرام نقول له عيد الصلوات اللي فاتت؟ مش هيعيد. تنتين بقى ازاي؟ ادي المسألة.
يلا كراهية إزالة أثر الجنابة. كراهية إيه؟ إزالة أثر الجنابة. زي واحد طلع له علامة الصلاة يروح لدكتور تجميل يقول له شيلها لي. دي تبقى مكروهة. واخد بالك ازاي؟ حكمها مكروه لان ده اثر عبادة. واضح؟ لو ابتدت بقى تنزف وتقلمه، ابتدت تنزف وتقلمه وهو عنده سكر وهتعمل له قدم سكري، يبقى بيشيلها للعلاج. فهمتني ازاي؟ ما يبقى يصلي في جامع مكت، ما يصليش في جامع فيه حصر. هي اختفت الحكاية العلامة دي اللي في رجلين المصلين لان الجوامع كلها بقت مكت. ايام واحنا اطفال انا كان عندي العلامة دي عشان كنت بصلي في جامع تبع الجمعية الشرعية كله حصر، فكانت عندي العلامة دي لحد ثانوية عامة. بعد ثانوية عامة الجوامع كلها بقت مكت، اختفت بمرور الزمن، فما فيهاش حاجة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد. فما الفرق بين كلمة مختار ومختار؟ ويجوز ان تقع هذه اسم فاعل وهذه اسم مفعول. ثاني مختار ايه؟ اسم فاعل. عبد مختار اسم فاعل. ويجوز مثلا تقول مختار يعني اشياء مختار. يعني تبقى اسم فاعل واسم مفعول، ازاي تعرفها من السياق؟ هل اصل الكلمتين واحد؟ واحده. اي طب الحته الثانيه بقى زي ممتاز. نعم. الحته الثانيه ما الذي جعل كلمة فتاوي تجوز يجوز فيها فتاوي وفتاوى ولم يجوز في صحاري؟ لا يجوز ان تكون صحاري. السماع. السماع. ايوه. السماع مهم. لان اللغة اخذت سماعا. وعشان كده تلاقي في حاجات كتيرة مش ماشية مع القاعدة. لان السماع كده. ايوه. طب حتى بقى حديث الكلب قتل الكلب الاسود في قتل الكلب الاسود؟ ده في مسند الامام احمد. وهتلاقيه في الترمذي. وفي الترمذي. الحاجات دي كلها سهله دلوقتي عن طريق الكمبيوتر، وتخش على البرامج اللي هي محطوطه فيها كتب السنه، هتكتب الحديث هيقول لك رواه فلان وفلان وفلان والصيغ المختلفه دي، مش محتاجه سؤال، سهله ان شاء الله. مؤكد ان فيها مطبوخه بالنبيذ ما تجيبهاش. طالما انت متاكد ما تجيبهاش. يعني هل المفروض توعيه الناس ليس كل الشوكولاته معموله في اوروبا مخلوطه على فكره. انا اعرف واحد صديقي عايش هناك سنين طويله، ولما يجي يزورني بيجيب لي شوكولاته يقول لي دي ما تخافش، دي احنا عارفين اللي ايه اللي مخلوط واللي مش مخلوط. فخلاص وهم بيكتبوا ساعه المكونات. انت شاكك؟ الخروج من الخلاف مستحب، بسيطة، لأن احنا مأمورين إن بينهما أمور مشتبهات، فلو اشتبه عليك شيء ابعد عنه، لكن ما تحرموش عن الناس إلا ما تبقى متأكد. يعني ممكن أنت تمتنع عنه في نفسك، لكن لا تحرمه، لأن التحريم والتحليل ده شرع، فأنت ما تتكلمش إلا بشيء متيقن. والله لو انت عارف ان النوع ده مخلوط بنبيذ او بتاع خلاص نبههم يا جماعه. نبههم، والنصح مطلوب. والمسلمين اول ما يعرفوا كده على فكره هم اسرع الناس ان هم يتركوا مثل هذه الاشياء. المسلمين عموما يمكن حتى تارك صلاه يقول لك ما اقدرش اكل خنزير، واخد بالك؟ يقول لك لا خمره لا، وتدور عليه تلاقيه ما بيصليش، واخد بالك؟ لكن المسلمين عندهم تعفف من الحاجات دي، يقرفوا منها بغض النظر عن اي شيء. بيقول هل الضحك الكثير ينقض الوضوء ان كان داخل الصلاه عند الاحناف؟ عند الاحناف ينقض الوضوء الصلاه، لكن يبطل الصلاه عندنا، لكن لا ينقض الوضوء. الاحناف قالوا ان ينقض الوضوء عقوبه له تغليظا عليه. واضح؟ بس انواع البدع نبقى نقولها كتير، ده احنا قلناها كتير. هات كتاب اتقان الصنعة في تحقيق معنى البدعة، بيباع، اقرا هتلاقيك تعرف كل حاجة. اتقان الصنعة في تحقيق معنى البدعة من أفضل ما كتب. في المسألة بتاع السيد عبد الله الصديق الأموي، اتقان الصنعة في تحقيق معنى البدعة، بيباع في مكتبة القاهرة في الصناديق في الأزهر. كتاب لطيف، اقراه كده ويوم الثلاثة الجاي هتلاقيك عمرك ما تسألني السؤال ده تاني. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم وسلم.